وسهلا فيكم بهافنلي كيتشن. مثل ما تعودتوا على هذا التشانل بساعدكم تتلاقوا الوصفات الطيبة من يوتيوب وبخفف عليكم عذاب التفتيش. فمن بعد ما عملت ريسيرش تبعي عن البوزة شغل البيت، نقيت طريقتين، واحدة منهم نباتية وبدها بس مكون واحد، والتانية بدها مكونين مع الطعم اللي بتحبوها. رح نحضر اليوم الأساس تبع البوزة ورح أعطيكم اقتراحات لطعمات فيكم تزيدون عليها. أول طريقة رح نعوز فيها بس موز مثلج، خليكم معي تنشوف شو بدنا نعمل فيهم. رح بلش بأربع موزات مثلجين، قد ما بدكم كمية بتزيدوا عدد الموز. بدنا نحطهم بالبلندر تينطحنوا، إذا ما قدرت البلندر تفرمهم زيدولن شوية مي. أنا حسيت أربع موزات عملوا كمية قليلة، فرجعت زدت أربع موزات. هون بدي أقلكن عن شغلة، الموزات اللي رجعت زدتهم كان صارلن وقت عندي بالتلاجة، فاضطريت زيد مي تتقدر البلندر تفرمهم، بينما يلي كنت متلجتهم بس ساعتين قدرت تفرمهم دغري. ولاحظت انه بحالة الموز اللي صار له وقت متلج طلعوا بعد الفرم اسمك من هوليك، فيكن تاكلوهم دغري بلا ما ترجعوا تحطوهم بالتلاجة اذا بتحبوهم شوي رخمين. اذا البلندر اللي عندكن منا كتير قوية، افضل تستعملوا موز متلج شي ساعتين بس ترجعوا تحطوهم بالتلاجة تيجمدوا. وهيدي هي، هلا فينا نخليهم هيك عموز ونحطهم بالتلاجة او منزيد عليهم طعمين. عهودة ما فيكن تحطوا شوكولا سايل يعني كتير مسقعين فبجمد دغري. كرمال هيك حطيت شقف شوكولا معهم. رح زين لهم وجههم بشقف شوكولا وعلى التلاجة. لتاني طريقة رح نعوز كريم فريش وحليب مكثف محلى. بدنا نبلش نخفق كباية كريم للحلو. أنا كان باقي عندي كريم مخفوقة من مبارح، منزيد عليها نص كباية حليب مكثف محلى والطعم اللي بدنا إياها. أنا حطيت شوية فانيليا، فيكن تزيدون على الكريم قبل ما تخفقوها هيك أهين. رجعت قررت زيد عليهم ربع كباية كاكاو ومر وخلطت معهم نص كباية فستق مفروم. إذا بدكن طعم الفستق أقوى فيكن تحطوا معهم زبدة الفستق، إذا بدكن طعم شوكولا أقوى فيكن تسيلوا شوكولا وتخلطوهم معهم، بس انتبهوا ما يكون الشوكولا بعده سخن لمن تحطوه. خلطتن اول شي بسباتول حتى ما يطير الكاكاو علي لمن اخفقن بالمكسر. أنا شدوا معي شوي زيادة لأن كانوا مخفوقين من قبل ورجعت خفقتن عن جديد تزيد الطعمات. نقلتن على تابروير أو قالب وزينتلن وجهن بشوية فستق زيادة. قلتلكن رح أعطيكن اقتراحات لطعمات فيكن تزيدوها، بس أحسن ما عدلكن ياهن أنا وعم نبش لقيت 2 فيديوز لذا دوميستيك جيك بتفرجي بكل واحد 5 طعمات كتير طيبين فيكن تجربوها. رح أترككن اللينك بالدسكريبشن بوكس. أكيد طعمتهم مش مثل البوزة اللي منشتريها، هديك بدها مكنة خصوصي. اللي عملناها بالكريم طلعت طعمتها مثل الكورنيع على شوكولا اللي بيجي جاهز مش التعباية. بنصحكن تحطوا معها فستق لأن عطاها طعمة طيبة وبيقرش انتو عم تاكلو.
يا موز طلعت مثل السوربة مش كريمي، وبس تعملوها ياكلوها دغري يا حطوها بالتلاجة ساعة بس، لأن بتجمد كتير إذا حطيتوها وقت أطول. كرمل هيك ما تعملوا كمية كبيرة وتخلوها بالتلاجة، عملوا عقد ما بتكون تاكلوا وكلوهن دغري. إن شاء الله تكونوا عم تحبوا الفيديو، كرمال فيديو الجمعة الجاي تابعوا ستوري هافنلي على فيسبوك وإنستغرام، لأن رح خليكن انتو تنقوا شو رح تكون الوصفة اللي رح نجربها. ما تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب وكبسوا على الجرس ليصلكن نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. باي.